تفضل. طيب يا دكتور، لو لا قدر الله مثلا الكهرباء عندي يعني صار لها داون في المبنى حلو. وصارت حريق، يعني اتوقع ان خلاص الفاير الارم ما راح ينبهني على الشيء هذا، لا خلي بالك خلي بالك. او اركب يو بي اس، يعني في يو بي اس ايوه يتركب على اي انت حبيبي. بص في المشاريع يا كبير احنا بنعمل ايه، انا عندي 3 مراحل. اضطر ان كده ايه، بص كده هشرح لك بس فيجر كده على السريع. اللي هو انا في المشاريع في الكهرباء بعمل ايه يا شباب، بيبقى عندي 3 توصيلات. في توصيله بيسموها النورمال، ان انا بغذي من المحول، والتوصيله الثانيه لو حصل وقطعت الكهرباء بشتغل على ايه، على الجنريتور. الجنريتور طب في اجهزه دقيقه جدا زي الاجهزه بتاعت اللو كارنت دي، ما لو اللو كارنت ده فصلت عنه الكهرباء هتبقى مصيبه، ما انت مش هتقدر تعمل لي انذار. انا دايما بوصل الاجهزه بتاعت اللو كارنت على جهاز اسمه يو بي اس. يا ريت نكتب الكلمة دي، أنا عايز اليو بي اس، ما هو ده لو الكهرباء أهو انقطعت هو أهو يكون أهو شغال أهو 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 بعض أهو الطبيعة في أهو الاحتياط. أهو ركز معايا. أدي اليو بي إس. يو بي إس أولا معناها، ولذا أنا كنت هشرحه في الكورس، يو بي إس معناه أن انتربتبل باور سبلاي، هو جهاز غير قابل للانقطاع. هو في الأخير عبارة عن بطارية زي ما حضرتك تفضلت من شوية. هو جهاز بتدخل له كهرباء أي سي، وخلاص عرفنا يعني أي سي ألترنيتد كارنت، بتتحول لدي سي. الدي سي يشحن البطاريات، لأننا كلنا عارفين ان الاجهزه دي كلها شغاله ببطاريات دي سي، وبعد كده اخد الدي سي احوله الاي سي تاني، يبقى ده اليو بي اس. هو عباره عن جهاز بيركب عندي في المشروع، بحيث لو قطعت الكهرباء من المصدر الرئيسي اللي هو الترانسفورمر والجنريتور لسه ما اشتغلش، بركب عليه الاحمال الضروريه جدا زي انظمه اللو كارنت. يعني مثلا انا في مستشفى في العنايه المركزه، هل ينفع كهرباء تقطع والناس راكبين على العنايه المركزه؟ الناس هتموت. فقال لك عشان نعمل مور سيفتي ركبنا الجنريتور. ايه مشكلة الجنريتور يا شباب؟ ان الجنريتور يحتاج وقت على اساس يشتغل. الله يفتح عليك، بيحتاج وقت عشان يشتغل، مثلا 16 ثانية، اي صيانة كمان، 30 ثانية، 100 ثانية، 60 ثانية. طب الدقيقة دي لو جهاز كمبيوتر وانت قطعت عنه الكهرباء لمدة 30 ثانية هيعمل ريستارت، مايكرو ثانية يفصل، هيعمل ريستارت، هيفصل. تمام. ال 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 في حاجات مش هتفرق معايا تفصل، يعني انا مثلا كشافات في الطرقة مثلا عاملها امرجنسي فصل الدقيقة مش مشكلة. اما لو جهاز مثلا فنتيليشن بتاع تنفس وحاطط مريض عليه، او جهاز واحد بيمتحن امتحان دولي، تمام، ما ينفعش افصل عنه الكهرباء ولا جزء من الثانيه. فقال لك والله احنا بنعمل انظمه سيفتي، بان احنا نعمل الانظمه اللي هي ينفع تركب على الجنريتور بعد ما يشتغل زي الاناره، تفصل وتشغل الجنريتور بعدها بدقيقه وتركب الاناره عليها ما فيش مشاكل. اما في حاجات ضروريه ما ينفعش افصل عنها الكهرباء ولا ثانيه واحده، بس لازم استخدم لها ايه، يو بي اس. هو عباره عن بطاريه موجوده جنب الجهاز، اول ما بتقطع الكهرباء تمام بيشتغل. السؤال بقى، هل بياخد تايم عشان يشتغل اليو بي اس؟ ما بياخدش تايم. زي ببساطه دايما بشرحها للناس، انت حاطط الموبايل بتاعك في الشاحن في الجدار، تمام، الشحن اللي انت حاطه ده لما بتيجي تسحب الشاحن من الموبايل، هل الموبايل بيعمل ريستارت او بتحس ان هو فصل؟ لا لا طبعا، هو على البطاريه، هو لحظيا لحظه، ما انت بتاخد كانك مغذي نقطه من مصدرين مختلفين، مغذي نقطه من مصدر الكهرباء اللي جاي من الحيطه ده تمام من الشاحن، ومغذي نفس النقطه من بطاريه. فانت لما بتيجي تسحب الشاحن ما بتحسش بان الموبايل بيعمل ريستارت او رمش كده، حتى على الاقل ان هو ايه الشاحن فصل، ما بتحسش بالكلام ده. ليه؟ لان ده نفس الفكره اللي احنا بنستخدمها في حالات اليو بي اس، بان انا بفصل عنه لحظيا. فدايما في المشاريع، ردا على سؤال الباشمهندس، ان انا بركب اجهزه انذار الحريق والكاميرات. ما في حاجات بتبقى فاصله الكهرباء في بعض المشاريع، وبتبقى الكاميرات ما عامله ريكوردنج للي حصل. الكاميرا ببقى عامل كذا سيفتي، اولا لوحه انذار الحريق اللي انت شايفها دي قدامك بيبقى شغاله ببطاريه، ومعظم اجهزه، اكتبها المعلومه دي قبل ما نمشي، معظم اجهزه انذار الحريق او انظمه اللو كارنت كلها بتشتغل ب 24 فولت دي سي. دي سي بتشتغل ب 24 فولت دي سي، ممكن يبقى فيها بطاريتين كل واحده 12 او 4 بطاريات كل واحده 6. احنا عندنا الكونستانت فولتج اللي بنشتغل بيهم في البطاريات 6 و12 تمام و24 و48. معظم شغل اللو كارنت بيبقى ب 24 فولت دي سي. تمام، بتبقى انت مغذي اللوحه دي او لوحه الفاير الارم كنترول بانل، مغذيها من التغذيه الطبيعيه من المحول. لو فصل المحول بتحمل على الجنريتور، طب لسه الجنريتور بيشتغل، بيبقى هي واصله على دايره اليو بي اس. لو اليو بي اس فصل بتشتغل من البطاريه الداخليه بتاعتها، واحنا بنحطها في المواصفات ان البطاريه تكفي النظام يشتغل 24 ساعه على الاقل. معلومه مهمه جدا جدا جدا، تصميم البطاريه لازم يقدر يشغل الاحمال اللي هي الديتكتورز دي كلها اللي انت شغال بيها
والساوندر والكلام ده، تقدر البطاريه اللي جوه تشغله على الاقل 24 ساعه، وفي ناس بتكتب في السبيكس 48 ساعه، في ناس بتكتب 72 ساعه اقصى حاجه. تمام، انا شاكر جدا ليكم. خلاص دلوقتي الساعه 10، انا بصراحه زوري اتنبح يعني. الله يعطيك العافية دكتور، الله يديكم الله يعطيك العافيه العافية، والصحه يا رب، و الله يعطيك العافية. ان شاء الله يعني معلش بكره ايش راح ناخذ، بس هناخد هنكمل الفاير الارم، وهناخد كاميرات بعد الفاير الارم. انا هسيب ده كله وهدخل على كاميرات، لان الكاميرات هتحتاج مني شويه مجهود كتير في الشغل شويه يعني. هناخد فين بس عشان الراديو، هنكمل الفاير الارم وهناخد كاميرات مراقبه، وانا هحط لك الداتا وهحط لك معظم السلايدات، بس هنقيها لان في حاجات اصلا انا مشخبط عليها وحاجات كده من كورسات سابقه، هشيلها انضف كده السلايدات وابعتهم لكم على الجروب ان شاء الله. ايوه تمام، بس بالعربي بس يا مهندس، شويه كلها انجليزي. والله هو في عربي وانجليزي. هو بص انا في لا كتب، هو في عندي، في عندي الاثنين، في عندي ان شاء الله هجمع لك حاجات، في كتب كده اصلا كامله بتشرح الانظمه دي بالعربي، وفي حاجات بالانجليزي، وانا بدات احط على الجروب. عايزك تهتم بقى، ايه انا مش حاطط البي دي افات دي كده عبثا، عايزك مهم جدا انت هتفهم النظام، المهم تدخل على الشركات المصنعه اللي هي اللي انا بعتها لك النهارده، وتشوف الكتالوجات بتاعتها، الشركه دي بتبيع ايه والشركه دي بتبيع ايه والشركه، لان ده اللي انت هتشتغل بيه في الاخير. تمام، ايه بس شوي شوي علينا عشان لسه الانجليزي تو. يا باشا انا تحت امرك، انت تؤمر واحده واحده وهنمشي. بص ونعيد، وانا اعتقد الحمد لله يعني، بحاول يعني اتشك كده على الناس، حاسس ان الناس فاهمه، قول لي مش فاهم يقول، وبعد ما يخلص الكورس بدل ما هو 5 ايام يبقى 10 ايام، حتى انا معاكم مفيش مشاكل. لا خليك معنا على طول يا مهندس ان شاء من الله. الموت. بص اقول لك حاجه، بص اي حاجه انت محتاجها لو انت شغال في اي موقع او لسه هتشتغل، كلمني وانا معاك، انا رقم تليفوني معاكم على الجروب، يعني كذا حد منكم كلمني على الخاص وطالب مثلا مني اكس ولا واي، ولا انا تحت امرك في اي حاجه، لو انت مكسوف تكتب على الله يعطيك الجروب العافية. اكتب لي على الخاص وانا ابعت لك الحاجه، ولو انت عايز اشرح لك حاجه تانية اشرحها لك، ابعتها لك فويس، اعملها لك فيديو، في حاجات على اليوتيوب ممكن ترجع ليها، فان شاء الله مش هقصر معاكم في اي حاجه، تحت امركم. ما قصرت يا دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيكم يا شباب، وان شاء الله نتقابل بكره باذن الله الساعه 6. الطلب الوحيد ان انتم تبداوا تذاكروا واهتموا الاسبوع ده عشان تبقى انت استفدت من باذن الله. باذن الله. يلا سلام عليكم. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير.